حبايبي تعالوا كده مع بعض نحل اكسرسايز 1. فانا اول حاجه لقيتها بيقول لي فور اني اكيوت، احنا متفقين ان انا هشتغل على اكيوت، يعني الانجل بتاعتي بتوين 0 و90. بص بقى بيقول لي ساين كوزاين، يا مستر ما فيش رايت تريانجل. حبيبتي يا حبيبه بص هنا، ساين كوزاين، يا عم ما فيش تريانجل اجيبها ازاي؟ معلش اسمع بس، قال لي كلمه ايه؟ تان. بص بقى التان دي الريشيو الوحيده اللي ليها شكلين في الاجابه. احنا قلنا التان عباره عن ايه؟ اوبزيت على الادجيسنت. طب انا ما عنديش، قال لي ليها الثانيه بقى، ليها الثانيه ايه هي؟ ساين اوفر كوزاين. يبقى انا التان لو انا مش مدي لك تريانجل، مش مدي لك ساين، فانت مش هتجيب لا ساين ولا كوزاين ولا تان. بس لو لقينا التان هنكتب مكانها ايه؟ ساين كوزاين. ساين اوفر كوزاين. يا ريت نقول مع بعض. تعالى طب يا مستر قابلتني ساين هسيبها زي ما هي ساين، ماينس كوزاين هسيبها زي ما هي كوزاين. يا مستر سايبها ليه؟ يا حبيبي انا ما معيش تاني. دي هقول تايمز قابلتنا مين؟ يا تان. طالما ما فيش لينث اكتب مكانك ايه؟ اهو يا حبيبي اهو يا مستر. تفكروا ان سكوتكم يجيب نتيجه؟ هو بيقول هكنسل الكوزاين مع الكوزاين عشان واحده فوق وواحده تحت، هيتبقى لي ساين ماينس ساين تبقى الاجابه بتاعتي. طب نقولها تاني؟ لا هقول تاني. قال لي ساين وكوزاين وتان بس مش مديني تريانجل، يبقى انت مش هتجيب لي لينف. طب امال اعمل ايه؟ ولا اعبر الساين ولا اعبر الكوزاين، بس هاجي للتان اكتب مكانها ساين اوفر كوزاين. لقيت كوزاين فوق وكوزاين تحت، هنسالوا بعض ايه اللي اتبقى؟ ساين ماينس ساين يبقى ايكوال. تعالى بقى بسرعه ندخل على الفكره الثانيه، ركز عشان الاربعه دول عايزين حد شغل فهم. برضو بيقول لي اكس واي، بس قال لي كلمه ايه؟ احنا لما نلاقي كلمه كومبلمنتري معنى ان الاثنين دول الصم بتاعهم الصم، يعني هما الاثنين ب 90. خد بقى عندك السؤال ده مهم جدا جدا جدا، تعالى كده مع بعض نشرح الحته دي ولازم تتدرب عليها كويس النهارده. الراجل ده لما يقول لي كومبلمنتري معناها ان انا عندي تو انجلز الصم بتاعهم 90. اسمع بقى، يبقى لو قال لي 90 قال لي كومبلمنتري عندي تو انجلز تو انجلز الصم. بص بقى استفيد ايه؟ عايز تقول ايه؟ استفيد ان ساين الاولى تبقى ايكوال كوزاين الثانيه. اديني بقولها لك بالبلدي، او كوزاين الاولى تبقى ايكوال الثانيه. طب يا مستر ما بلاش اولى وثانيه، تعالى بقى نقول بشغل ريب 3. لو انا مديلك هنا انجل A وهنا انجل B، يبقى ساين مين ايكوال كوزاين مين؟ ساين بتاعي A ايكوال كوزاين B. طيب وايه كمان؟ B ايكوال كوزاين ال B ايكوال ساين A. ساين قولها تاني؟ لا لا تاني؟ لا. طب شايف الحته الجميله دي؟ عليها جزء تاني بس اسمع معايا، انا همشي معاك واحده واحده. بص يا عمر اكس واي كومبلمنتري، اول بقول لك الكلمه دي على طول ساين الاولى ايه؟ ساين الاولى ايكوال كوزاين الثانيه، او كوزاين الاولى ايكوال كوزاين الاولى. طب اهدي يا بابا كوزاين الاولى. بص طيب هو قال لي ساين الاكس، قال لي ساين الاكس، انا عايز بقى كوزاين اجيبها ازاي؟ مش مديك اي حاجه، هو ده الدرس. احنا قلنا اكس واي انت الاولى انت الثانيه، ساين الاولى ب 3 على 5 يبقى كوزاين الثانيه
تاني كومبلمنتري ساين الاولى ايكوال كوساين الثانيه ساين الاولى ايكوال ساين الثانيه. لغايه دلوقتي مش مصدقين ان انا لو ما عدتش اكرر مره واثنين وثلاثه معلومه بتدخل وتخرج. عشان اثبتها اقولها انا مره واثنين وثلاثه. مصرين على لا خليكم كده وقابلوني لو افتكرتوا حاجه. يلا المعلومه الثالثه. تو اكيوت انجل ساين ايكوال كوساين ساين ايه ايكوال كوساين بي استفيد ايه؟ انا لو قلت لك اصبر يا حبيبه لو قلت لك ساين الاولى ايكوال كوساين الثانيه تستفيد ايه؟ حاضر ثواني يا حبيبه معلش اديهم فرصه يفكروا. اتفضل بس حبيبتي. حاضر لما اقول لك ساين الاولى ايكوال كوساين الثانيه يبقى اكيد التو انجلز دول ناينت او كومبلمنت. ما انا اقول لك كومبلمنتري تستفيد دي. اقول لك الساين بتاع الاولى ايكوال كوساين الثانيه يبقى التو انجلز دول ايكوال ناينت. المره الثانيه شوفي في الجزء الاولاني لازم حضرتك تفضل تقول. نقولها تاني؟ لا. نقول تاني. لو انا قلت لك كومبلمنتري يعني صم بتاع تو انجلز استفيد ايه؟ ان الساين الاولى ايكوال الكوساين الثانيه. تمام يا حبيبه او الكوساين الثانيه الاولى ايكوال الساين الثانيه. في مشكله؟ تعالى بقى نشوف السؤال. ادي اهو شكل السؤال. اتنين اكيوت شكرا ساين ايه ايكوال كوساين بي ادي اهو ساين الاولى ايكوال كوساين الثانيه. ايه اللي استفيده؟ ان الصم بتاعهم شكرا. نقول تاني؟ لا. نقول تاني. طب خد بقى المفاجأة دي. آخر حاجة أنا عارف إن الجزء ده ناس كتيرة مش بتحبه. بص كده. ساين 70 إيكوال كوزين كام؟ اسمع يا مستر أنا هحط هنا واي وأدي إكس. لو ساين واي إيكوال كوزين إكس يعني لو ساين الأولى إيكوال كوزين الثانية أستفيد إيه؟ ان الواي والاكس 90. طب ما انا معايا واحده منهم بكام؟ يبقى الثانيه بكام؟ طب نقولها تاني ساين 70 ايكوال كوزين اكس. شيل يا عم من 70 حطها حاجه. قول كده بالبلدي مره واثنين ساين الاولى ايكوال كوزين الثانيه. استفيد ان الاثنين ب 90. طب ما انا معايا واحده 70 يبقى الثانيه بكام؟ طب تعالى نلعب على اللعبه دي. لو انا قلت لك ساين اكس ايكوال كوساين 10 تقدر تقول لي الاكس بكام؟ ثانيه والنبي يمكن ربنا يكرمهم وينطقوا. مين اللي قال؟ معلش يا جرمين سيبيهم اللي ورا حبيبتي اللي ورا ما اعرفش. طب انا ايه الغلط في اللي بقوله ما اعرفش؟ طب يلا هنا 30 تبقى كوزين هنا كام؟ معلش يا حبايبي مين اللي قال؟ ايوه كده ونبي عارف لو عملت صوتك انا عارف ان مفيش مدرسين يا بابا بيخلوا الطلبه يجاوبوا كده والاكتف. يلا حبيبي افتح الكشكول وابدا حل مع نفسك. معلش انا بحب دايما نقعد نحكي شويه عشان انت لما تروح تلاقي في معلومه اتحشرت. نعيد حاجه من الحاجات دي؟ نعيد؟ لا. اسمع بقى انت عايز تشوف بقيه الاكسرسايز عشان لما تروح ما تتخضش. اتفضل. بس ما تجاوبش بعد اذنك وقول لي كده بالله عليك انت يعني العمليه بدات تقول ولا؟ قال لك في انجل ب 85 حبيبي كتر خيرك. بس قال لي المعلومه اللي بعدها. ايه الغريب؟ ان الاثنين بي حلوه قوي دي اهي دي اللي انا عايزها اهي. فكره ثالثه بص حبيبي ادي تريانجل بس ما قالش عليه اي حاجه ما قالش رايت اسمه اي بي سي وقال لي دي ب 85 وقال لي ان الساين بتاع دي ايكوال الكوزين بتاع نفس الانجل. ثواني يا حبيبه ثواني يا حبيبه اسمع بقى حبيبي عشان دي معلومه بربع جنيه. لا افصل خالص اهو انا مش هاخد من وقتكم كتير. بص بقى لو انا معايا الراجل ده كده ودي 90 بص معايا ودي A B C لو قلت ده 3
وده 4 وده 5. لو سمحت هات لي ساين ساين اي سوري سي. بص كده حاضر ساين يبقى اوبوزيت على الهايبوتينيوز. ادي يا مستر انت عايز السي ادي الاوبوزيت وادي الهايبوتينيوز يبقى كام على كام حبيبي؟ 4 على يلا هات لي كوزاين السي يبقى واحده واحده كوزاين يعني ادجسنت على الهايبوتينيوز لغايه كده في مشكله؟ لا. اسمع بقى اللي جايه دي انا بقى هروح شايل دي واشيل دي ودي واقول هنا 1 1 وهنا روت 2 يلا هات لي بعد اذنك ساين سي الاوبوزيت ساين ادي اهو الاوبوزيت وادي الهايبوتينيوز هات لي الكوزاين ادي الادجيسنت ايه اللي انت ملاحظه؟ ان الساين بتاع نفس الانجل ايكوال الكوزاين بتاع نفس الانجل بص بقى على التريانجل ده الله مش ده 1 وده 1 يعني ده ايكوال ده يعني ده ايسوسوليز وده عندي واحده 90 يبقى ال 180 انقص منها 90 واعمل ديفايد 2 يبقى لما الساين تبقى ايكوال الكوزاين على طول تبقى الانجل دي 45 شكرا انا بحاول اثبتها لك عشان ما اقولكش خد احفظ كمان مره لا كمان مره لو انجل واحده لو انجل واحده الساين ايكوال الكوزاين تبقى الانجل دي 45 تاني لو انا الراجل ده في مسالتك قال لك ساين بي وكوزاين بي دول نفس الانجل على طول يا مستر يبقى الميجر بتاع انجل بي تبقى 45 انت مديني ايه 85 ودي انا جبتها 45 تقدر تجيب السي ايوه 45 عيد تاني لا متاكدين تقول تاني لا. طب معلش هقول تاني اخر فكره استحملوني دي وخلاص بعد كده هتروح باذنك يا رب مش هتلاقي حاجه جديده ايوه عندي انجل ب 90 وبعد كده قال لي الساين بلس الكوزاين مش مديلك اي حاجه اخر حاجه هقولها حقكوا عليا معلش مديني رايت تريانجل يا مستر ده ما كانش راسم معلش يا حبيبي ايه تريانجل ايه B C right at مثلا كان C كان C تقريبا كان A تقريبا فين هي؟ كان B كان B شكرا معلش كان B بقى عندي الشريط ده تحت بدل ما بفضل رايح جاي احنا قلنا قد B وادي هنا A وادي C اسمع بقى انت اللي هتجاوب ان شاء الله لما تبقى دي 90 يبقى الاثنين دول بكام؟ 90 ولما يبقوا الاثنين دول 90 استفدنا ايه؟ الساين في مشكلة؟ لا. اسمع بقى لو انا عايز ساين A بلس كوزاين B بص حبيبي اهي ساين الأولى ايكوال كوزاين يعني دي هي لو انا شلتها وكتبت كوزاين بي فبقى كوزاين وكوزاين اتنين كوزاين حد فاهم حاجة؟ نعيدها تاني اخر حاجة صدق لو انت قلت لي تريانجل 90 وما ادتنيش اي لينث الجزء الوحيد اللي انت لما مش هتلاقي لينث هتكش منه لا لما يبقى عندي رايت يبقى التو انجلز دول ب 90 طب ايه اللي استفيده؟ ساين الاولى كوزاين الثانيه، كوزاين الاولى ساين الثانيه. لما ادي لك انا بقى الاثنين جنب بعض اسمع بقى. تقول لي بص حبيبي لو سمحت شايف دي ساين وادي كوزاين. اقدر اجي اشيل الساين دي اكتب مكانها بس سي فيبقى كوزاين سي وكوزاين سي 2 كوزاين سي مش موجوده يبقى عمل الثانيه ساب ساين اي وراح رايح لكوزاين سي وكتب مكانها
ساين ايه؟ فتبقى ساين وساين كوساين. هنقولها تاني؟ لا. متأكدين؟ اه. طب حبايبي أنا آسف طولت عليكم، بس ده الجزء الأولاني والأهم اللي جاي في التريك، كلام سهل جدا. حبايبي تعالوا كده نشوف أول حاجة أنا بدأت لك بيها، قلت لك لو ما عنديش حاجة رايت يبقى أنت هتعمل عمل. لا يا مستر، هو الراجل ده مديك الرايت أهي أهي، بس أنا قلت لك حاجة تانية، إن ده فايف وده فايف، ده أيسوسوريز. الراجل ده بقى وظيفته يعمل إيه؟ إنه يجي على البيز ويعمل لها بايسكت. هي دي الفكرة بتاع المسألة. التمرين ده ما بيجيش كده، التمرين ده بيجي A B C يديني مثلا هنا 5 5 أي حاجة، ويديني ده مثلا زي ما أنت شايف كده 6. ده راجل طيب، بس هو عايز يقول لك إن لما يبقى إيكوال هعمل بيربنديكولار، ينزل على ده يعمل له ديفايد 2 تبقى دي 3 ودي 3. استني بس عليا. تعالى بقى، أنت عايز كوزاين بي، أنا هشتغل في التريانجل ده. أنا جبت ده 3. أنت عايز إيه؟ أنا عايز الكوزاين. يعني كأني بقول لك لا الجسم. بص معايا لو سمحت. بص حبيبي أهو. آدي البي وآدي الرايت. إيه ده؟ وأنت قطعت التريانجل؟ آه يا حبيبي، إيه المانع؟ 5 وآدي 3. كوزاين أنا عايز الأدجسنت على الهايبوتنيوز. ده اللي في وشه أوبوزيت. عشان كده ما تعبتش وجبته، مش زعلان. في ناس جابته بفور، برافو. طب انا عايز، يبقى انا اجابتي زي ما قال زمايلكو جيرمين وغيره وغيره، انا كنت بس عايز اعرف انت جبت منين الثري؟ تقول لي اصل ده عمل ديفايد للبيز قسمها ثري وثري. طب نقول تاني حبايبي؟ نقول تاني؟ طب معلش تعالوا نفكر. حبايبي تعالوا ناخد فكره ثانيه. نمبر 11، بص حبيبي. طيب اسمع يا مستر، مش اي بي سي ده، ده كله رايت. يا سبحان الله، وقادر رايت. ايوه بص بقى معايا. عندك من بيبتو مساله للاسف ان لما اطلع من الرايت وده يبقى عامل كده، ده سموه ميديان. اسمع بس، الميديان ده كان ايكوال هاف الهايبوتنيوز. يا لهوي، انا بقول لك فهم غلط بس مش اكتر. انا لله. طب ثانيه بس، في ناس قالت اجيب ايه يا مستر؟ ما هو التريانجل ده خد ودي بس مش رايت، اجيبه ازاي؟ فهمتوا حاجه؟ اه انت شايفه من للاسف. طيب اسمع بقى تاني، يعني فكره المساله، خد بالك حبيبي لو سمحت، لما يبقى معايا رايت بس انا مديلك حاجتين ناقصين، مش هعرف اطبق باي سيرفيس. بس المساله دي واخده حته من بريب 2، ان الراجل ده ميديان. عرفت منين؟ انا مديك ده ايكوال. سيبي اللي في ايدك يا حنين، حاولي يا حنين تفهمي وتقولي معايا، وبعدين انت بتروحي تحلي مش تحلي هنا. طيب يا بابا فهمت، يعني انا الراجل ده اللي هو بي اي بقى الهاف لده. ايوه ادي بي اي هاف الاي سي، يبقى انا دلوقتي الاي سي بكام؟ جبت الراجل ده بتن، اقدر اجيب لك ده. لان دلوقتي بقى عندي رايت وجواه حاجتين. نقولها تاني؟ لا استني بس ثواني ثواني. حاضر حبيبي، تعالى كده نروح نشخبط في حته. بص معايا لو سمحت، فين الشخبطه؟ اهي. لما يبقى معايا الشكل ده وادي رايت خرج كده ولقيت ده كده معايا، يبقى الراجل ده اسمه ميديان. وادي اي سي، يبقى الميديان هاف الهايبوتنيوز. لو انا اديتك ده اقدر اجيب لك ده. طب انا لو اديتك الميديان 5 يبقى الهايبوتنيوز 10. انت بقى مديني ده 6، اجيب لك انا ده، اروح عامل سكوير روت. معايا هايبوتنيوز يبقى هعمل ماينس، جبته ب 8. كمان مره اقولها تاني،
اقول تاني؟ لا انت متاكده يا فجر ان انت معايا؟ طيب يا بابا حاضر. تعالى بقى نرجع للمساله نعم ايه؟ طب نسمع. طيب نسمع عشان الشغل اللي جاي هنطلع سكندري بيبقى جايب كل الافكار. يبقى انا عرفت الراجل ده تن والراجل ده اهو 10 سكوير ماينس 6 سكوير بقى 8. كتبت كل حاجه؟ اه. تعالى يا مستر انا عايز ساين سي. ادي السي الساين. ها يا مستر خش في الموضوع. ادي الاوبزيت والهايبوتنيوز بس ما سيبهاش. ادخل على الكالكوليتر. لازم تعمل سمبل فورم. فين الاجابه؟ 3 على 5 او 10 عشان خاطر انا عارف ان انتم مش مصدقين ان انا واخد فرع بس واخد حاجات قديمه. الفرع بتاعك النهارده هو الثلاث كلمات اللي انا قلتهم ساين كوزاين تان. التان ليها تو رولز. لما تقول لي كومبلمنتري ساين الاولى ايكوال كوزاين الثانيه كوزاين الاولى تبقى ساين الثانيه. ده الجزء اللي انا حاولت النهارده اخلصه لك. اتعب عيد ما تحلش جديد. عيد تاني اكسرسايز 2 سوري اكسرسايز 1 كويشن 2 فلي تشوز من 1 ل 7 اهو اللي انا حليتهم معاك. عيدهم تاني. دايما حبيبي لما تاخد درس انا هقفل بس دايما يا بابا لما تاخد درس